الحمد لله، وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه، وبعد. حديثنا الآن عن المعجزة من حيث تعريفها وشروطها وأنواع الخارق للعادة وإمكانها وأقسامها وما تدل عليه المعجزة وما وجه دلالة ذلك عليها. برضو خلينا نتكلم ببساطة مراعي مقتضى الحال. ايه المعجزة؟ المعجزة امر عجيب فريد يجري على خلاف المألوف وعلى خلاف العادة ويخالف الرابط بين الأسباب والمسببات، يقضي على الملازمة أو التلازم بين الأسباب والمسببات. إيه هذا الكلام معناه؟ أنا لما أقول لك لو وضعت الخشبة في النار احترقت، فماذا يكون جوابك؟ تقول لي هذا أمر عادي. إيه يعني أمر عادي؟ يعني العادة اقتضت أننا إذا وضعنا الخشب في النار احترق الخشب. تقول أنا لو وضعت البنزين على النار زاد لهيبها. تقول والله أمر عادي برضو، لأن في العادة أننا لو وضعنا البنزين على النار ازداد لهيبها. المعجزة بقى تأتي لتخرق هذه العادة، لتخالف هذه العادة، فتأتي بأمر عجيب يدهشك ويجعلك تنظر كيف حدث هذا؟ ولماذا حدث هذا؟ ومن الذي أحدث هذا؟ وما السبب في حدوث هذا؟ يعني مثلا لما تلاقي عصاية عادية الوظيفة العادية بتاعتها انك تتوكأ عليها او تتسند عليها او تضرب بها واحد، او اذا كنت راعي غنم تهش بها على الغنم كما جاء في القرآن الكريم اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. لكن فجأة لقيت العصاية تحولت الى حية او الى ثعبان يتحرك ويلقى في الحجارة ويلقى في الحبال اللي بيلقيه الصحراء وا 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 وا. هذا امر عجيب، امر غريب، امر على خلاف عادة العصا، امر لا يحدث عادة، فدي تسمى معجزة. هذه تسمى ايه؟ تسمى معجزة. بس شوية كده علي، هو يسمى امر خارق للعادة. طب سمينا العصاية بتاعت موسى معجزة ليه؟ لانها صدرت على يدي واحد قال انا نبي، ادعى النبوة، فسميناها معجزة. لكن خلينا بس دلوقتي نعرف ايه معنى خرق العادة، خلاف العادة، يعني يأتي على خلاف ما اعتاده الناس. يعني لو قلت لك دلوقتي انا لو قفزت من النافذة وقعت على الارض من الدور الثاني او الثالث، هتقول لي ايه؟ هتقول لي ده امر عادي. غير العادي
ان انا اقول لك انا ساقفز من النافذه واصعد الى جهه العلو، اصعد من الدور الثاني او الطابق الثاني الى الطابق الرابع. ده اسمه خلاف العاده، امر على خلاف العاده. يبقى ادي معنى كلمه خرق العاده. الامر العادي هو الامور التي نراها قد ارتبطت اسبابها بمسبباتها. اكلت فشبعت، شربت الماء فانطفأ ظمئي وانطفأ عطشي، تحركت فوصلت الى المكان الذي اريد ان اذهب اليه. يبقى ده اسمه ربط الاسباب بالمسببات. المعجزة ليست من هذا القبيل. طب سميت معجزة ليه؟ قال لك لأنها تدهش العقل وتعجز الناس أن يأتوا بمثلها. يعني واحد معين يأتي بها، أما بقية الناس عجز عنها، لا يقدرون على أن يأتوا بمثلها. ولذلك تسمى عجز للناس الذين يتحداهم النبي بها. لكن هل هي تعجز العقل؟ لا، توقف العقل عن الحركة، يعني عن التفكير. لا، بالعكس، هي تعين العقل على التفكير، هي تدهش العقل. والدهشة تولد فكرا وتولد فلسفة، تخلي العقل منتبه هكذا. يقول الله إذا كان ده بيحدث من هذا الرجل على خلاف العادة التي نراها، وإن الناس دول مش عارفين يجيبوا زيها، إذا كلامه صحيح. فلو قال أنا نبي يبقى نبي، إذا قال أنا ولي يبقى ولي. العقل يعمل كده. يبقى العقل دوره هنا إيه؟ يتنبه ويندهش فيوقن ويؤمن بأن ادعاء هذا الرجل للنبوة ادعاء صحيح. أمال إيه كلمة معجزة؟ يعني عجز الناس عن أن يأتوا بمثلها. النبي بس اللي جابها، النبي بس اللي جرت على إيده المعجزة، أما هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يفعلوا هذا. طيب، إذا ننطلق من هذا الكلام للحديث عن معنى المعجزة في الشرع بقى. شوفوا، انا عندي تعريفين. تعريف سهل، يعني الفاظه بسيطه وصغيره قليله، وتعريف الفاظه طويله لكن جامع مانع تقريبا. يعني التعريف الذي اراه مفصلا ودقيقا هو كالاتي: المعجزه هي امر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة حال دعواه النبوة عند تحدي المنكرين مع عجز المنكرين عن الإتيان بمثله. ده تعريف شامل. التعريف البسيط: أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة مقرون بالتحدي بس. يبقى أنا عندي تعريفين أهم، اختاروا واحد منهم. التعريف الأول اللي أنا ذكرته يتضمن تعريف المعجزة ويتضمن شروط المعجزة. أولا، احنا قلنا أمر. ليه قلنا أمر ولم نقل أي كلمة أخرى غير كلمة أمر؟ قالوا لأن كلمة أمر تشمل الفعل وتشمل الترك وتشمل القول. القول باللسان، وعادة يسمى فعل اللسان، والفعل الذي هو فعل الجوارح،
والترك وهو عدم فعل الشيء، يعني عدم تأثير الشيء. زي ايه؟ زي عدم احراق النار لابراهيم. القول كالقرآن الكريم، الفعل كعصا موسى وكنبع الماء من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وكتسبيح الحصى وكحنين الجزع الى غير ذلك، والترك كعدم احراق النار لسيدنا موسى لما ألقي فيها. أمر خارق للعادة، يعني إيه؟ يعني يأتي على خلاف العادة. لو جه واحد وقال أنا نبي، أنا نبي، نقول له طب دليلك إيه يا حاج يلي بتقول أنا نبي؟ يقول دليلي أنني أضع يدي على رأسي هكذا. أنت تقول له والله شوف لك لعبة غيرها، طب ما احنا برضو بنحط ايدينا على رؤوسنا، ايه المشكلة فيها دي؟ ده انت لازم تجيب أمر خارق للعادة، يعني يقول أنا نبي وآية صدقي أن أضع يدي على رأسي وأنتم لا تستطيعون. فإذا ما هموا لوضع أيديهم على رؤوسهم عجزوا. هنا يبقى ده في كلام، يبقى فعلا هذا يصدق، يبقى لازم الأمر يبقى أمر إيه؟ خارق للعادة، لا يكون عاديا. بس كده؟ لك لا، ما هو الخوارق العادات كثيرة جدا وما لا تسمى معجزة. أنا عندي خارق للعادة ويسمى كرامة، وعندي خارق للعادة ويسمى معونة، وعندي خارق للعادة ويسمى إهانة، وعندي أمر خارق للعادة ويسمى استدراج، وعندي أمر خارق للعادة ويسمى سحر. فالأمور الخارقة للعادة كثير، أي منها يسمى معجزة؟ قال لك المعجزة هو الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة. يبقى لازم يدعي النبوة. إذا ما ادعاش النبوة وظهرت على إيده أو أمور خارقة للعادة، تبقى أي حاجة أخرى غير أنها تكون معجزة. ممكن تبقى كرامة، ممكن تبقى إهانة، ممكن تبقى استدراج، وانا هشرحها بعد شويه بتفصيل. امر خارق للعاده يظهره الله على يد مدعي النبوه. طيب امتى يعني؟ طب ما ممكن يقول انا نبي وايه صدقي او دليل صدقي الذي سافعله والذي ساحدثه بعد 5 سنوات من الان. او يقول أنا نبي وآية صدقي أو دليل صدقي الذي حدث منذ 10 سنوات على إيدي وإنتوا شايفينه. نقول لا يا حبيبي، دي ما تبقاش معجزة. المعجزة لابد أن تكون حال دعوة النبوة، لا قبلها ولا بعدها، حال دعوة النبوة. أنا نبي وآية صدقي كذا، فتظهر على يده المعجزة حال دعواه النبوة، لا بعدها ولا قبلها. مش يقول والله آية صدقي ما حدث لي منذ 10 سنوات، لا، متبقاش معجزة. ممكن تسمى حاجة تانية بيسموها إرهاص، وأيضا هتحدث عنها بتفصيل بعد شوية. إما أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعى النبوة حال دعواه النبوة. طب هو كده من طول ما هو ماشي كده يعني بتظهر على ايده امور خارقه للعاده؟ قال لك لا، عند تحدي المنكرين، عند تحدي المنكرين، يعني يقول للناس انا نبي فالناس يقولون له لن نؤمن لك حتى تاتينا بمعجزه او بدليل صدقك. فهنا يمن الله على هذا النبي ويظهر على يده المعجزة. خلي بالكم،
المعجزة مش اكتساب، المعجزة مش فبركة من النبي، المعجزة لا تأتي من نفس النبي، ولكنها هبة من الله ومنحة من الله ومنة من الله للنبي. ولذلك أمر خارق للعادة يظهره الله، لا نقول يظهر، لا يظهره الله على يد مدعي النبوة حال دعواه النبوة عند تحدي المنكرين. طب أنا تحديت المنكرين وأتوا بمثلها، هل تسمى معجزة؟ قالوا لا، ده لابد أن يتحداهم بها وهم يعجزون عن أن يأتوا بمثلها، فإذا عجزوا صدق في دعواه، وإن لم يعجزوا لم تكن معجزة وليس بصادق في دعواه. هنا بقى نتكلم على الشروط وشوية بالتفصيل. أن تكون فعلا لله، أول شرط في المعجزة أن تكون فعلا لله، ليظهر أمام أعين المعارضين الجاحدين أن الله يصدق من جاءت على يديه. أن تكون المعجزة خارقة للعادة، لأن الإعجاز لا يتحقق إلا بذلك، والعادة هي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد أخرى. فلو قال مثلا آية صدقي طلوع الشمس من المشرق، تقول له العب غيرها، وهو كل ما انا برضه اقول كده، آية صدقي طلوع الشمس من المشرق، ما هو الشمس بتطلع منين يعني؟ الشمس تخرج من المشرق. يبقى فلو قال مثلا آية صدقي طلوع الشمس من المشرق وغروبها في المغرب لم تكن هذه معجزة، ولأنها لو لم تكن كذلك لأمكن للكاذب ادعاؤها. يعني لو لم تكن خارقة للعادة لا كثر المدعون الكذبة، أي حد يقول أنا نبي وخلاص وكده، لا ده لازم تظهر على ايده أمر خارق للعادة على خلاف العادة. قالوا أيضا من شروط المعجزة أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة، وهذا ما قلته لكم منذ لحظات. ليه؟ قالوا ليعلم الناس أن الذي أرسله وهو الله عز وجل يصدقه، يصدقه الآن ويصدقه في أي شيء؟ يصدقه في دعواه النبوة، هو ادعى النبوة، فالله أرسله فقال للناس أنا نبي أرسلني الله، فطالبوه بالدليل فأجرى الله على يده الدليل. طيب هنا بقى تخرج الخوارق العادات الأخرى، لأن الخوارق الأخرى أيضا ظهرت على يد من ادعاها بس ما ادعاش النبوة. الكرامة ليس فيها ادعاء نبوة، ده أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد ظاهر الصلاح، إنسان كويس، إنسان صالح، فالله عز وجل يواليه بالكرامة بعد أن والى هو الله بالطاعة. فالكرامة أمر خارق للعادة، لكنه لما ظهر ظهر على يد رجل صالح لم يدع النبوة. أما لو ادعى النبوة
نقول له هنا بقى ليست كرامة ولكن هي معجزة، ولكنها ايه؟ معجزة. ولذلك يقولون كرامات الأولياء معجزات الأنبياء. ايه القيد هنا؟ القيد هنا ان الولي لم يدع النبوة، اما النبي فقد ادعى النبوة، فهنا سميت كرامة وهنا سميت معجزة. وخرجت ايضا المعونة. المعونة امر خارق للعادة يظهره الله على يد الناس العوام، يعني تخلصا لهم من شدة يعينهم على هذا الامر. خرج ايضا بادعاء النبوة الاستدراج والاهانة، وكذا السحر عند من قال ان السحر ليس علما يتعلم. اما الذين قالوا السحر علم يكتسب فليس عندهم هذا بامر خارق للعادة، ولكنه علم تستطيع ان تتعلمه وان تكتسبه وان تقوم به. الاستدراج هو امر خارق للعادة يظهره الله على يد فاسق خديعة له ومكرا، ده اسمه الاستدراج. وقالوا هو امر خارق للعادة يظهره الله على يد فاسق يدعي الالوهية، بيقول انا اله وانا رب. طب ده حدث؟ حدث في التاريخ وفي الازمان، في ناس ادعوا الالوهية كثير. فالله عز وجل يستدرجهم بهذا الامر، الامر الخارق للعادة الذي يظهره الله على ايديهم. في نوع تاني من الخوارق للعادات لا يسمى معجزة ولكن يسمى اهانة، وهو امر خارق للعادة يظهره الله على يد فاسق كاذب يدعي النبوة، كما حدث لمسيلمة الكذاب. مسيلمة قال انا نبي. طيب يا مسيلمة ما الدليل على انك نبي؟ قال دليلي ان ادفل، يعني ان ابصق في هذه العين العوراء فتشفى. جابوا واحد اعور، يعني عين سليمة وعين مش سليمة، عين مريضة، وقال له طيب اذا كنت نبي ورينا هتعمل ايه في الاعور ده، هتعمل فيه ايه؟ قال انا هقول لكم سادفل عليه، سادفل على هذه العين العوراء فتشفى، يعني سابصق عليها. فتفلى على العين العوراء فعميت الصحيحة. يبقى ده امر خارق للعادة اظهره الله على يد كاذب فاسق ادعى النبوة. او واحد يقول انا نبي وآية صدقي ان ينطق هذا الحجر، فنطق الحجر، يبقى الامر الخارق للعادة حصل اهو، بس نطق قال ايه؟ قال انت كذاب. يبقى جاء على خلاف الدعوة، يبقى ما ينفعش يبقى نبي. يبقى الإهانة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد فاسق يدعي النبوة. قالوا من ضمن الشروط أن تكون المعجزة مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة، لأن المعجزة شهادة من الله بصدق المدعي، والشهادة لا تتقدم ولا تتأخر. يعني هل ينفع
ان انا اشهد على حاجه ما حصلتش يبقى شاهد ما شافش حاجه. لا، هي اصلا المعجزه معناها شهاده، والشهاده لابد ان تكون مقرونه بالدعوه. الشرط الخامس ان تكون موافقه للدعوه. وانا ذكرت لكم الان مثل، لو واحد قال انا نبي وايه صدقي ان ينطق الحجر فكذبه الحجر، نطق بالفعل بس كذبه، يبقى مخالف للدعوه. ده هو بيقول انا نبي وده بيقول له انت كذاب، لان المعجزه اصلا كما قلت لكم من قبل هي بمثابه صدقه. فلما تيجي المعجزه نفسها اللي وقع فيه المعجزه يقول له انت كاذب، يبقى منافيه للدعوه، مخالفه للدعوه. الشرط السابع ان تتعذر معارضته. ايه يعني؟ يعني ممكن يبقى امر خارق للعاده، يظهره الله على يد مدعي النبوه، حال دعواه النبوه، عند تحدي المنكرين والمنكرون لا يعجزون عن التحدي، يتحدوه، ما تبقاش معجزه. يعني لو افترضنا مثلا جدلا ان موسى والسحره، السحره انتصروا على موسى، يبقى كده هل موسى بذلك يعد نبيا؟ لا، لانه عندما عارض السحره عارضوه وتحدوه واتوا بمثل ما اتى به. لكن ايه اللي خلى السحرة سجدوا؟ لان السحرة سحروا اعين الناس ولم يغيروا حقائق الحبال، ولم يغيروا حقائق العصي. اما عصا موسى تغيرت حقيقة وصارت حية حقيقة، ولذلك موسى نفسه خاف منها ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. الا تكون في زمن نقض العادات يوم القيامة من علامات الساعة ان تنتقض العادة، فتجد النار تحولت الى جنة، والارض الخضراء تحولت الى نار، وتجد دخانا ونارا تقود الناس الى المحشر، وتجد المسيح الدجال يقتل رجلا ثم يحييه، وتجد دابة تخرج من الارض تكلم الناس. هذه أمور خارقة للعادة، لكنها في زمن نقض العادات، في زمن نقض العادات. فالشرط الأخير في المعجزة ألا تكون في زمن نقض العادات، فخرجت بذلك الخوارق التي تصطحب يوم القيامة، فإن الخوارق في هذا الوقت ليست بمعجزة. أنواع الخارق للعادة، لعلكم الآن علمتم إن الأنواع كثيرة: المعجزة، الكرامة، المعونة، الإهانة، الاستدراج، الإرهاص. نسيت أن أقول لكم الإرهاص أمر خارق للعادة، يظهره الله على يد مدعي النبوة قبل دعواه النبوة، كتظليل الغمام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا إرهاص قبل أن يدعي النبوة. إذن فأنا عندي خوارق للعادات كثيرة جدا، المعجزة منها هو ما توفر فيها الشروط التي ذكرتها منذ لحظات. طيب،
هل المعجزة ممكنة؟ نعم، المعجزة فعل من الله عز وجل، وأفعال الله كلها ممكنة، ليس فيها شيء يستحيل على الله. فخلق الله للخلق فعل من الله، وتكليف الخلق فعل من الله، وإرسال الرسل فعل من الله، إنزال الكتب فعل من الله، ظهور المعجزات فعل من الله، أفعال الله كلها تقع في دائرة الجواز، أي في دائرة الإمكان، وما دامت ممكنة فالمعجزة أيضا باعتبارها فعلا من أفعال الله فهي ممكنة. طيب إيه الدليل؟ الدليل دليل وقوعها القرآن الكريم الآن. طيب غير القرآن في حق من شاهد وفي حق من رأى المعجزات الحسية كلها، أقول لكم المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء هي نوعين، معجزات حسية ومعجزات عقلية. جميع الأنبياء ظهر على أيديهم النوع الأول، المعجزات الحسية. موسى أتى بتسع آيات بينات كلها حسيات، معجزات حسية. عيسى معجزاته كلها حسية، إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى والإنباء بما يأكلون وما يدخرون، كل ذلك أمور حسية. والنبي صلى الله عليه وسلم ظهرت على يديه معجزات حسية ومعجزة عقلية هي القرآن الكريم. والمعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي عقلية، القرآن الكريم يسموها معجزة عقلية وبيسموها معجزة علمية. المعجزات الحسية تصدق في حق من رآها بالعين ومن شاهدها ومن سمع بها، ونحن نصدقها لأننا سمعنا بها من خبر الصادق المعصوم، وورد ذكر بعضها في كتاب الله، وورد ذكرها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نصدقها. فنحن نصدقها خبرا، وأقوام الأنبياء يصدقونها مشاهدة ورؤية. هذه المعجزات الحسية. أما القرآن فهو معجزة عقلية علمية، لذا فإن الإعجاز فيه موجود إلى أن تقوم الساعة. يتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم الفصحاء والبلغاء عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بصورة من مثله ما استطاعوا، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، يصنعون للكلام سوقا كسوق عكاظ ومجنة وغير ذلك، ويلقون الأشعار ربما ينفعل الواحد منهم لحدث فيلقي فيه ألف بيت، ويعلقون أشعارهم على أستار الكعبة ويتسابقون فيها. والنبي الأمي الذي ما عرف عنه أنه قال بيتا من الشعر أو جلس إلى معلم يوما يأتي بالقرآن ويتحداهم به، وإلى الآن روح الإعجاز سار في كتاب الله إلى أن تقوم الساعة. قلت لكم أقسام المعجزة، معجزات حسية ومعجزات عقلية علمية. العقلية العلمية وهو القرآن الكريم. طيب ما وجه دلالة المعجزة على صدق النبي؟ يعني خلاص عرفنا ان هذا ادعى النبوة
وها هي المعجزة ظهرت على يديه. ايه بقى اللي يخليني اصدقه انه نبي؟ هل المعجزة في تفاصيلها؟ يعني لما شفت العصا بتلقف ما يأفكون، لما شفتها بالعين كده فقلت خلاص ده نبي، ولا العقل فكر وقال لا يصدر هذا إلا من نبي، ولا على سبيل العادة إن هذه التصرفات عادة لا تصدر من شخص عادي تصدر من نبي؟ إيه وجه الدلالة على صدق النبي في دعواه النبوة من خلال المعجزة؟ هنا قال العلماء: الدلالة دلالة وضعية. ايه وضعية يعني؟ انا لما اقول لك قف او اجلس، هذه الكلمة الاولى تدل على ايه؟ تدل على ان سلوكا منك يجب ان يتم وهو انك تقف، والكلمة الثانية تدل على سلوك منك يجب ان يتم وهو ان تجلس. يبقى دلالة الكلمة على القيام او القعود دلالة وضعية، وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. لما اجي اكتب على المكان الذي تتعلم فيه مدرسة كذا او كلية كذا، اسمها دلالة وضعية. وانت ماشي حضرتك بتلاقي اشارة المرور خضرة بتجري، حمرة بتقف، دي اسمها دلالة وضعية. قال لك المعجزة من هذا القبيل، المعجزة دلالة وضعية على صدق النبي في دعواه النبوة. زي ما اشارة المرور حمرة تقول له اقف، فالمعجزة تقول لي ده نبي. طب يعني ايه برضو؟ يعني يا اخي شيل المعجزة وحط مكانها جملة: صدق عبدي فيما بلغ عني. ايه ترجمتها كده؟ الترجمة بتاعتها كده، المعجزة معناها كده: صدق عبدي فيما بلغ عني، صدق عبدي في دعواه النبوة. يعني شيلها واكتب وحط صدقة صدقة، يبقى دي اسمها دلالة وضعية. من العلماء قال لك لا، دي الدلالة بتاعتها دلالة عقلية. قال لك زي ايه يعني؟ قال لك زي ما اكون انا قاعد كده مثلا في الغرفة في الحجرة، وفجأة الاقي الدنيا بقت حر، الجو حر شديد، فاقول اه ده اكيد في حد قايد نار ورا الحجرة، او انا قاعد ولقيت واحد بيخبط علي الباب فانتبهت الى الباب، فقلت اه العقل يقول لي وراء الباب احد يريد ان يدخل او يريد شيئا، دي اسمها دلالة عقلية. قال لك نفس القصة المعجزة، دلالة المعجزة على صدق النبي دلالة عقلية. قال لك ازاي؟ قال لك ما هو اصلي العقل يحيل، يعني يقول هو مستحيل، العقل يحيل ان تصدر هذه التصرفات او هذا الامر الخارق العادة من كذاب، فلازم يكون صادق. يبقى دلالة عقلية لانه تعالى منزه عن تصديق الكاذب، الله منزه عن تصديق الكاذب لان تصديق الكذب كذب، تصديق الكاذب كذب. يعني حضرتك لو صدقت واحد كذاب يبقى انت صادق ولا كذاب؟ تبقى كذاب زيه، لانك صدقته في كذبه، فانت مثله، انت مثله في الكذب. فلو ان الله صدق نبيه بمعجزة وهو كاذب لانصرف الكذب الى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقيل لا، دي مش لا هي دلالة وضعية ولا دلالة عقلية، هذه دلالة عادية. ايه العادة يعني؟ قال لك لان العادة جرت،
بأن يفضح الله تعالى الكاذب ولا يصدقه كما حدث لمسيلمة. مسيلمة فضحه الله تعالى بهذا الأمر الخارق العادة الذي أظهره على يده، وهو أنه لما تفل في العوراء عميت الصحيح. لكن المعجزة عندما تأتي موافقة لدعوى النبوة، هذا تصديق، والله لا يصدق الكاذب عادة، والذي يصدق الكاذب كذاب عادة. من أجل ذلك قال العلماء وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول إما أن تكون وضعية، وإما أن تكون عقلية، وإما أن تكون عادية. وإلى هنا نكون قد انتهينا من المحاضرة وانتهينا من الحديث عن المعجزة، وريثما نلتقي نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.